السلام عليكم، مساء الخير عليكم. كيف كنت اقترحت البارح الأمنية ديالي وديال بزاف ديال الأصدقاء والصديقات ديال المغاربة، بأنه كل ليلة أو في الوقت اللي بغيتو ابتداء من اليوم، كل 10 د الليل أو 9 د الليل، نوقفو في بالكون ولا في تيراس ولا في شرجم، ونعبروا على هاد الروح الزوينة بزاف اللي كاينه بين المغاربة هاد الأيام، ونقدموا تحية لكاع الجنود الخفاء، رجال الصحة، رجال التعليم، الوقاية المدنية، القوات المساعدة، القوات المسلحة، الأمن الوطني، الدرك الملكي، الناس الجمعويين، الشباب اللي كيديروا أعمال تطوعية، أي واحد اللي أونجاجي في هاد المحنة بكل ما أوتي من قوة وحب لهذه البلاد. كل واحد، ما تسناوش أنكم تجمعوا، كل واحد يعبر بطريقته، ينشر فيديو، ينشر سيلفي، ينشر ميساج. دائما هاشتاغ ديالنا والشعار ديالنا هو المغرب أمانة بين يدينا، المغرب أمانة بين يديك أنت وبين يديك أنت وبين يدي الجميع. تلاقاو كل واحد بطريقته، وكل واحد يعبر بطريقته، وإن شاء الله تدوز هذه المحنة. والسلام عليكم. للعلا سعيا ننشد الدنيا أننا نحيا بشعار الله الوطن الملك. تحية جماعية وتصفيقات حارة، جنود خفاء والسلطات من رجال الصحة والتعليم كذلك.